اسمي وليد رمضان عيسى، تربيت في قطاع غزة وتعلمت في مدارسها، وبعد الثانوية العامة التحقت بتخصص الهندسة الإلكترونية والكهربية ودرستها في الجامعة الإسلامية بغزة. والحمد لله بعد ما انتهيت من دراسة البكالوريوس في الجامعة اشتغلت فيها معيد لمدة سنتين. في خلال هذه السنتين أنا أنهيت دراسة الماجستير في الهندسة الكهربية أيضا من نفس الجامعة، وبعدها حصلت على منحة دكتوراه من جامعة إكستر في بريطانيا. التحقت بجامعة إكستر ودرست فيها تقريبا 3.5 سنين، أنهيت خلالها برنامج الدكتوراه، والحمد لله اشتغلت بعدها في نفس الجامعة كباحث لسنة ونصف. وخلال تلك الفترة أيضا كنت أطور نفسي لحد ما استطعت الحصول على وظيفة دكتور محاضر في إحدى الجامعات البريطانية، والآن أنا محاضر في جامعة شيفيلد هالام يونيفرسيتي في بريطانيا. وخلال فترة الدكتوراه قررت أني أعمل قناة على اليوتيوب، وأطلقت عليها دورة تعتبر من أفضل الدورات تعليم الإلكترونيات للمبتدئين في هذا المجال على مستوى الوطن العربي. وهذه الدورة وهذا المنهج أيضا تم تثبيته واستخدامه في كثير من الكليات والجامعات على مستوى الوطن العربي.